بس شغله واحده من قناتكم ايوب عليك مريم العذراء العب مهاجمين، مروتك ايوب عليك عيسى ابن مريم العب مهاجما، قعدت لاعب قدام نفط البصره، ليش تلعب مهاجم واحد؟ انا هيك لعبات افوز بيها على ملعبي، اروح زين خارج ارض اتعادل تمام ماكو اي اشكال، ومره اخرى هارتك للفريق وان شاء الله صداره لنا وتحيه حب نادي القوه الجويه. عزيز والشباب الحمد لله والشكر فريق ادى اداء ممتاز يذمون بيوب، وش العلاقه؟ يوم قاعد يلعب كامل ورقه، كامل ورقه قاعد يلعب، شو يسوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عتبنا على ايوب ابو كامل اوراقه، عندك مهاجمين ليه يعني انت لاعب ويا نفط ميسان ولاعب ويا الميناء غلبتهم اربعه، ليش الاربعه؟ لين لعب اثنين مهاجمين، انت عندك اسماء حلوه، ليش ما جاي استغل الفرصه؟ يعني هيك فرق ما اقول لك قويه مو قويه. وجهه نظري فريق أدي ممتاز ونفط البسطه فريق مرتب، نفط البسطه فريق مرتب، خلنا نفط البسطه فريق مرتب واليوم لعب اداء طيب، القوة الجوية اليوم ايوب يذمون بايوب، ايوب لعب كل اوراق اليوم فقط مهند دخل دقيقة 80. ايوب من البداية تشكيلة من البداية غلط. عندك 80 دقيقة، ايوب 80 دقيقة يا اخو، عندك بس مصدرين هاي، مصدرين هاي، سبع نقاط شكو بعد. ما اريد نقاط، نقاط ما اريد تروح نقاط، شلون هو ترى ما طلع ايمن، هو ما طلع ايمن. بس وقف رحمن ابو، بس اعطيني مجال بعد اخوي، لا ما العب لك بعد، لا انا حاشيك عين، حاشيك بعد اخو الكلام اخذ وعطي، صح ولا لا؟ اليوم فريقنا بدأت عادل، احنا ما شهر بي نقول انا حاجيك، نقول اللعبة القادمة احسن. انت هسه مقتنع بفريقنا احنا جاي نأدي طوبة صورة صحيحة؟ هذا اللعب اجمع ايه احمد ابو، هسه لو نجيبها تسلسل واحدة ورا الاخ واحدة ورا الاخ نحسبهن، عندنا يمكن مباراة نفط ميزان والميناء قدم طوبة عالمية علينا، صح ولا لا؟ بخدنا بايمن حسين هسه احنا اليوم من نهدد الفريق الخصم غير ايمن، اكو لاعب ماكو كله سنتر شو سنتر شو سنتر شو، انت هسه ذولي شرفك هسه انا هسه كمشجع هسه متابع طوبه ما اعرف اجيب محترفين على مستوى عالي، الاصابات ما نزلك مهند خاف من الاصابات وراح تلعب بالشمال، مو على مهند اشهاب قاعد اقول لك راح ابوك، اقول لك خلنا حاتيك رحمه ابوك، اذا لاعب قاعد ثلاث اشهر تجي تلعبه، هذا اليوم بوشي ايش صار له قاعد راح تنزل ما يأدي خويا يوسف يوسف اقول لك لعبتين صحيح عندنا شاطه كتاب رب العالمين ما ينزلون على جاسم، لا ما بيخلون لا ما ينزلون اخي اللاعب لا تعطيه فرصه، اذا كنت تشرب وتلعب ربع ساعه ما يقدم احنا نريد ان فريق يكون يا صاحبي فرصه، يعني احنا ترى الصراحه احنا الحمد لله وشكر طلعنا بتعادل، ترى الفرصه مال المهاجم مال نادي نفط البصره والله لو مستغلها صح كان الشعب اليوم قام على النادي كله، فرصه واحده استلم مرتين على المدافعين، احنا عندنا صانع العاب بالنص ماكو، وثاني شيء ايوب رحمه الامه الجبن. ايوه السلام عليكم، اول شيء الجويه اليوم كلها معتمده على ايمن حسين، يعني شوف تزيده على الجول ماكو، ابويا من الصدرين صحيح بس الفريق اليوم تعبان مو